ما هو سبب تسمية سورة الزخرف؟ سورة الزخرف سورة مكية على الآية 54، فهي مدنية. عدد آياتها 89 آية، وهي من السور المسماة بالحواميم، أي أنها تبدأ بحاميم، وسميت بسورة الزخرف لورود كلمة الزخرف فيها، والتي سيأتي التفصيل فيها لاحقا. سميت سورة الزخرف بذلك لما اشتملته من تصوير لمتاع الدنيا وبريقها الموصوف بالزخرف، وقد تكرر في السورة الكريمة ذكر الذهب والفضة، وجاء ذلك في الآية الكريمة التالية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن يفضل الناس دنياهم على دينهم لجعلنا أعالي بيوت أهل الكفر من فضة، وكذلك أبواب بيوتهم وأدراجهم التي يصعدون عليها والسرر التي يتكئون عليها، ولجعلنا لهم مع كل ذلك زخرف أي ذهبا. إلا أن الله اصطفى للمؤمنين الدار الآخرة وحذرهم من الانغماس في شهوات الدنيا الزائلة. ما هو سبب نزول سورة الزخرف؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك، وقالوا كان غير محمد أحق بالرسالة من محمد، وكانوا يقصدون الوليد بن المغيرة بن مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف، فأنزل الله الآية ردا عليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في قريش قائلا: يا معشر قريش، لا خير في أحد يعبد من دون الله. قالوا: أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صالحا؟ فإن كان كما تزعم فهو كآلهتهم. فأنزل الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا،